أهلا بكم. من سرق معدات مصفاة بيجي قبل سنوات؟ وأين اختفت طوال هذه السنوات؟ وأين وجدتها حكومة السودان؟ هل يعقل بأن معدات بحجم مصفاة بيجي يمكن إخفاؤها طوال هذه السنوات؟ كل هذه التساؤلات وأكثر نناقشها معكم في حلقة اليوم من منبر الرافدين بعنوان استعادة معدات مصفاة بيجي بين الرواية والواقع. دعونا في البداية نتابع هذا الأنفوغرافيك الذي يسلط الضوء على أبرز مراحل مصفاة بيجي. نشاهد معا ونعود إليكم. رغم أهمية الخبر الذي أعلن عنه رئيس الحكومة محمد الشياع السوداني قبل أيام بشأن استعادة المعدات المسروقة من مصفاة بيجي كبرى مصافي النفط العراقية شمال محافظة صلاح الدين بعد أكثر من 7 سنوات على سرقة المعدات، وذلك عقب استعادة السيطرة على المدينة في العام 2015 من قبضة تنظيم داعش. وقد أعلن السوداني خلال لقاء جمعه الأسبوع الماضي بشيوخ ووجهاء عشائر في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين استعادة المواد والمعدات المسروقة من مصفاة بيجي التي تم إنشاؤها في عام 1978 من القرن الماضي، ما أدى إلى تعطيل هذه المنشأة الهامة طيلة السنوات الماضية. وبين السوداني بأن المعدات والمواد والأجهزة المفصلية التي تمت استعادتها يمكن أن تكلف العراق عشرات ملايين الدولارات، ولو طلبناها ستحتاج لسنوات لتصنيعها، واليوم باتت هذه المواد في الموقع بما يضمن عودة المصفاة للعمل بكامل طاقتها التصميمية التي ستجعلنا نكتفي ذاتيا في موضوع المشتقات النفطية. هذا ما قاله رئيس الحكومة محمد الشياع السوداني، وكذلك أشار إلى أن استعادة تلك الأجهزة والمواد المسروقة جاءت بتعاون أحد المواطنين الذي أعلن استعداده للمساهمة في استعادة المواد التي قد تصل حمولتها إلى 100 شاحنة. دعونا نتابع هذا التقرير الذي يرصد استعادة معدات مصفاة بيجي بعد كل هذه السنوات. بعد سنوات من سرقته على يد الميليشيات، تعود إلى الواجهة قضية سرقة معدات مصفى بيجي النفطي، حين أعلن رئيس الحكومة الحالية محمد الشياع السوداني استعادة جزء من المكائن والمضخات التي نهبت وسط صمت الحكومة وإنكار الميليشيات لأي صلة بالقضية. اكتفى السوداني بإعلان استعادة مواد المصفى المنهوبة بالتعاون مع مواطن غيور بحسب وصفه دون أي تفاصيل عن الجهة المتورطة بالسرقة، ليضع نفسه في موقف محرج أمام ضغوط شعبية متصاعدة تطالبه بالكشف عن هوية سارق معدات مصفى بيجي، رافضة الرواية التي قدمها بشأن هذا الملف. ويأتي هذا الإعلان في سياق الترويج للإنجازات الوهمية الزائفة للسوداني كما حصل في قضية سرقة القرن.
أصابع الاتهام في سرقة المصفى وتهريب معداته بهدف إيصالها إلى إيران عن طريق كردستان، تشير إلى ميليشيا كتائب الإمام علي وميليشيا العصائب التي يعد زعيمها قيس الخزعلي أحد أبرز أطراف الإطار التنسيقي الذي يقود الحكومة الحالية. ومن هنا تأتي التغطية على الأطراف التي سرقت المصفى وعن الجهات المستفيدة من تلك العملية، إلا أن مصادر مطلعة أكدت على أن معدات مصفى بيجي النفطية تم نقلها عام 2015 إلى إيران بشكل كامل من قبل ميليشيات الحشد. القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد قال إن أحد فصائل ميليشيا الحشد هي من سرقت معدات مصفى بيجي وباعتها $100 مليون لتاجر كردي، مبيناً أن هناك أجزاء ومعدات أخرى بيعت إلى أشخاص وجهات في إيران، مرجحاً أن يكون الدافع الأساس وراء سرقة المصفى هو عرقلة إجراءات تشغيل المصفى لأطول فترة ممكنة لضمان استمرار استيراد الغاز والمشتقات النفطية من إيران. مسرحية سرقة مصفى بيجي وسرقة القرن وغيرها من عمليات الفساد الكبرى تشير إلى سيناريوهات يكتبها الاحتلالان الأمريكي والإيراني وتنفذها الميليشيات بأدوار مختلفة مدفوعة الأجور من خزينة العراق ودماء العراقيين. للمزيد حول موضوع إعادة معدات مصفاة بيجي معنا الدكتور صباح حلو الخبير الاقتصادي للحديث عن مدى إمكانية تشغيل المصفاة. مرحبا بك معنا دكتور. هناك تشكيك في رواية الحكومة بداية بأنه تم إرجاع المعدات بعد إن قام أحد المواطنين العراقيين بالإبلاغ عن مكان هذه المعدات المسروقة، تشكيك من داخل الحكومة ومن أطراف برلمانية وكذلك على الصعيد الشعبي. أنت كخبير اقتصادي كيف ترى رواية الحكومة بعد كل هذه السنوات؟ حقيقة ما حصل في مسألة سرقة معدات مصفاة بيجي لنعلم أن هناك معدات وقطع غيار احتياطية جديدة مغلفة بصناديقها ومخزنة في مخازنها غير التي تم تفكيكها. التي تم تفكيكها حقيقة تم سرقتها والعمل على إنقالها إلى جهات لدول الجوار منها إيران، سواء كانت عن طريق السليمانية أو غيرها. وهذا يتبع من سيطر بعد هزيمة داعش على المصفاة. القوى المسلحة الميليشياوية هي التي قامت بهذا العمل، ولكن القطع التي الجديدة الموجودة والمخزنة كقطع غيار احتياطية لصيانة المصفاة بين فترة وأخرى حسب احتياجاتها، هذه التي تم بيعها إلى هذا الشخص الذي اشتراها بقيمة $100 مليون ويقال بقيمة $300 مليون، علما بأن المصفاة تم إنشاؤها عام 1978 وبدأت العمل 1983 بطاقة تقدر ب 310 مليون برميل يوميا، أي أنها تشكل أكثر من ثلث إنتاج العراق من المشتقات النفطية في جميع مصاف العراق. ولذلك نلاحظ في الظرف الحالي العراق بأمس الحاجة إلى مصافي نفطية، لأنه أصبحت عملية الاستيراد أصبحت متعبة جدا وبنفس الوقت ومكلفة على عملية السياسة إقليميا ودولية لإبقاء العراق في حالة احتياج مستمرة، ولكن السودان يتعامل معها بطرف عين من هنا وهناك، ما كما يقول المثل العراقي خد وعين. وبإنشاء مصفاة كربلاء التي قد تعمل بطاقة 140 ألف برميل التي تم افتتاحها بالشهر الماضي وتعمل بطاقة 70 ألف برميل،
هناك تعثر في العمل فيها لم يتم الإعلان عنه. لذلك الله لو تم استعادة معدات مصفات بيجي والعمل فيها كاملا مع مصفات كربلاء سيتم تغطية العراق بكل احتياجاته. سوف نأتي نتحدث عن هذا الموضوع الاكتفاء الذاتي في العراق من ناحية المشتقات النفطية. رئيس الحكومة محمد الشياع السوداني قال بأن عودة المصفات للعمل بكامل الطاقة التصميمية سوف تجعل من العراق أن يكتفي ذاتيا. دكتور برأيك كم يحتاج من الوقت لكي يعود مصفات بيجي إلى العمل؟ في اعتقادي هذا الكلام به مغالطات كبيرة جدا من قبل رئيس الوزراء. والسبب أن كانت المصفات تعمل بكامل طاقتها في الثمانينات وحتى التسعينات ب 310 ألف برميل، وكان سكان العراق في تلك الفترة لا يزيد عن 24-25 مليون. اليوم الاستهلاك الكبير جدا بسكان 41-42 مليون لاحظ. هذا الكلام لا يمكن، حتى لو تمت إعادة مصفات بيجي بطاقتها 310 ألف برميل لا تستطيع أن تغطي العراق بل تغطي جزءا منه. أما بالتعاون مع المصافي الأخرى من الممكن، وخاصة مصفات كربلاء ب 140 ألف برميل. لكن لاحظ أن السوداني يتكلم جزافا كما هو بالنسبة لمسألة التعاقد مع شركة توتال في مسألة الغاز المصاحب وتطوير الحقول النفطية والحاجز المائي وغيرها اللاحظ من التي تم التعاقد عليها بكلفة حوالي 25 إلى 27 مليار دولار. يقول أننا سنتوقف عن الاستيراد بين 3 إلى 5 سنوات في عملية إنجاز شركة توتال. ما هذا الكلام؟ 3 إلى 5 سنوات أنت تتكلم بالأيام. اليوم الواحد الذي يمر على العراقيين في نقص الطاقة الكهربائية، إذا كانت المعدات دكتور، إذا كان المعدات معدات مصفات بيجي قد تم استرجاعها بحسب رواية الحكومة، كم تحتاج من الوقت لإعادة تركيبها مرة أخرى والمباشرة بعمل المصفات؟ لا يقل عن 3 إلى 4 سنوات. هذا الجانب مهم جدا. السبب أن هناك كثيرا من معدات العزل، البنزينات خاصة لعمليات عزل الغاز عن النفط وغيرها، أثناء توقفها وهي تحتوي على النفط الخام أو المواد الموجودة فيها سيؤدي ذلك يحتاج إلى سنة للعمل على تنظيفها والعمل على استعادة تشغيلها ثانية واستعدادها للربط مع بقية الأجزاء الأخرى في داخل المصفات. المصفات بصراحة تحتوي على 12 قسما من الأقسام المختلفة الإنتاجية والمرتبطة الواحدة مع الأخرى، ولذلك هي تحتاج إلى الشركة الأم المؤسسة لها. شركة يابانية وكورية أعتقد اشتغلت في تلك الفترة على إنجازها. هل في حال إرجاع مصفى بيجي وتشغيله بطاقته الإنتاجية، أنت أشرت بأنه مع مصفى كربلاء يمكن أن يغطي اكتفاء العراق، تغطية كفاية العراق من مشتقات الوقود، هل يصل إلى مرحلة الاكتفاء في حال تشغيل مصفى بيجي ومصفى كربلاء، أم يحتاج العراق إلى مصافي أخرى؟ بالتأكيد سنويا سكان العراق يزداد 1 إلى 1.25 مليون. نسمة، فهناك ازدياد في عملية الطلب على الطاقة، ولذلك يحتاج إلى مصافي أخرى. وهناك مصافي تم إقرارها في كثيرا من المناسبات والاتفاقيات منها الفاو، وكذلك أيضا في الأنبار هناك مصفات. إذن لماذا الحكومة كل هذه السنوات لم تقم، الحكومات المتعاقبة لم تقم ببناء مصافي؟ السبب الجوهري والأساسي سياسي، من أجل بصراحة
من أجل الاستفادة لدول الجوار واستيراد الطاقة بكل أشكالها كمشتقاتها والطاقة الكهربائية أو الغاز كي يبقى العراق سوقا رائجة لهذه الدول. نعم، هناك تصريح سابق لوزير الصناعة الأسبق بأنه لا يسمح للعراق بالتصنيع، هل يمكن أن نسقط هذا القول على مصفى بيجي أو مصفى كربلاء؟ في اعتقادي لا يوجد شكل من أشكال القرارات بهذا الاتجاه. لا يوجد كقرارات مكتوبة معتمدة، لا يوجد، وإنما هذه التصريحات هو تحليل لطبيعة الواقع الذي أنفق العراق ما لا يقل أكثر من 200 مليار دولار لتطوير الطاقة الكهربائية وتطوير الصناعة النفطية والصناعات الكيميائية والحديد والصلب وغيرها من الصناعات، ولكن لم تظهر على الواقع، بل تمت عملية سرقة عديد التخصيصات الخاصة بهذه المشاريع الاستراتيجية وتوقف المشاريع السابقة اللي كانت موجودة، ومنها كثير من الطاقة بيجي وكذلك أيضا معامل الورق ومعامل السكر في كربلاء وكذلك أيضا معامل المركبات. نعم. دكتور صباح، سؤال أخير، في حال إعادة مصفات بيجي من حيث لغة الأرقام، كم سوف يوفر للاقتصاد العراقي ولليد العاملة العراقية برأيك؟ مصفات بيجي ستوفر ما لا يقل عن 2.5 إلى 3 مليار دولار سنويا. نعم، لأن العراق يستورد مشتقات نفطية مختلفة يزداد الطلب هنا. يعني عندما تعمل مصفات بيجي بكامل طاقتها مع مصفات كربلاء والمصافي الأخرى، في اعتقادي سيكتفي العراق ويبدأ بتطوير مصافي أخرى وقد يصل إلى حالة التصدير، ولكن السياسة التي تتبعها الحكومات المتعاقبة لم تعمل على تطوير ذلك خدمة للعراق الشعبي. نعم، الدكتور صباح اللوار الخبير الاقتصادي كان معنا، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة حول استعادة معدات مصفات بيجي بين الرواية والواقع. فاصل ونعود إليكم. الوطن هو أمي وأبي. الوطن قبل كل شيء هو الهوية، هو منو أنا ومنو أنت ومنو إحنا كلنا. الوطن طمأنينة، الوطن راحة، الوطن استقرار. تنزل في المطار تشعر إنه أنت غير، يعني ما تحتاج شيء، إنه أنت هذا بلدك يعني وأهلك. أكيد الوطن يعني كل شيء في حياة الفرد،
ولادته، طفولته، ناسه وأهله. الوطن هو أغلى شيء في حياة الإنسان، هو الماء الذي نشربه. وينكم التصوير؟ اهلا بكم من جديد، معنا اتصال احمد من المانيا، ارحب بك. يعني اعاده معدات مصفاه بيجي بين الروايه الحكوميه وبين الواقع، من نصدق وكيف ترى انت؟ هل تقتنع بروايه الحكومه؟ مرحبا بك. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك وتحياتي لجناب اخوي. حياك الله. أخي صدق عقلك وصدق ما رأته أعينك، يعني الشيء اللي شفناه واللي عرفناه كله واللي عرفه كل العراقيين بأنه مصفى بيجي تفلش والنقل إلى شمال العراق وعبر إلى الجار الأرجنتين، والآن هذه المعدات التي يقال أنها استعيدت من المصفى القديم الحقيقة هي معدات جديدة مستوردة. أنا موعود أنه أحصل على كافة المعلومات قبل نهاية هذا الأسبوع، على ما أظن تخمين الشخص وليست معلومات، أنه هذه جزء من صفقة عقدت ما بين الحكومة العراقية وشركات لربما أمريكية لإعادة يعني نصب مصفى في مكان مصفى بيجي أو لإعادة ترميمه، والحقيقة ترميمه هو يطلع أغلى من إعادة نصبه من جديد، لأنه جنابك تعرف البيت اللي ما ينسكن اللي ينهجر يخرب. فأغلب المعامل في العراق ومن ضمنها المصافي النفطية بعد الأسف نظرا لإغلاقها يعني تسبب هذا بالاندثار، نصح له بالمنطق الهندسي صار بها اندثار فخرجت خارج الخدمة، فيعني عملية بناء جديد أفضل من عملية الإصلاح، أفضل من عملية التوقيع. فاللي أظن آني أنه بعض الأجهزة وبعض المعدات دخلت من الحدود السورية العراقية، وصورها أحد الأخوة الناشطين ويدعى أبو حمزة، وكان يتخيل أنه هذه قنابل نووية دخلوها الأمريكا للعراق. أنا أقول بأنه هذه أجزاء من مصفى بيجي أو من مصفى آخر دخلت من الحدود العراقية السورية. ما علينا أن نصدقه ما رأيناه بأعيننا وما شهد عليه القاصي والداني بأن مصفى بيجي فصخ من قبل مؤلف كتاب الوافي في تفليش المصافي سماحة العلامة الدكتور الشيخ قيس الخزعلي وعصاباته من العصائب، ونقل إلى شمال العراق ومنها إلى إيران. لماذا إذن لا تعلن الحكومة عن الجهة التي سرقت المصفى وباعته، إن كان لهذا التاجر أو هربته إلى خارج العراق؟ أخي أي حكومة تتكلم عنها أخي؟ جنابك صعب وتعرف زين أنه هذا رئيس الوزراء الموجود يعني هو عبارة عن بقال موجود بالمنطقة الخضراء، هناك مكتبة موجود بعشرين مكتب لفصائل مسلحة، كل مكتب من هذه الفصائل المسلحة يدير شؤونه الخاصة، وما على رئيس الوزراء إلا بالبصم بدون قراءة. ماذا تعني برئيس وزراء؟ وهل تصدق أن هناك رئيس وزراء ومجلس نواب وهناك مجموعة من السراق الذين يجب عليهم أن لا تتقاطع مصالحهم مع الميليشيات المسلحة؟ الميليشيات المسلحة تأخذ جزء، ومن يوفر لهم العباءة الدينية التي تغطيهم يأخذ جزء، والفتات إلى هؤلاء أعضاء المجلس الوطني وأعضاء الحكومة ورئاسة الوزراء، هؤلاء موظفين صغار والميليشيات المسلحة هم السادة، وفوق كل ذي علم عليم، وفوق هؤلاء الميليشيات قاآني، وفوق قاآني مكتب الولي الفقيه في إيران. أخي هذه سلسلة المراتب، جنابك تعرفاني يعرفه والكل يعرفوها. نحن سألنا الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو حول المدة التي ممكن إعادة تركيب المصفى، يعني يقول من 3 إلى 4 سنوات. برأيك هل سوف يتم إعادة تركيب هذه المعدات من جديد وتشغيل المصفى؟ أخي مع احترامي الشديد لجنابك أقول إذا، وهذا شرط معلق
نعم. إذا بقت هذه الطغمة الحاكمة في على سدة الحكم فلا مجال لبناء لإعادة تشكيل، يوجد مجال وتوجد فرصة ثمينة وذهبية للتفليش وللسرقة وللتفكيك وللبيع. تشوف أنت معمل سكر يعني فلشوه، والمعامل الباقية التي لم تفكك لحد الآن الحقيقة هي يجب أن تفكك، لأنه كما قلت لجنابك سابقا إذا لم تستخدم سنة سنتين ثلاثة عشر عشرين تخرج خارج الخدمة يصير بها اندثار. فتفليش هذه المعدات وبيعها سكراب وشراء جديد ونصبه أفضل. أنا أقول لك أنه بناء مصفى، يعني اللي أعرفه على معلومات المتواضعة، أنا مختصاص مصافي، نعم. بناء مصفى نعم يتطلب ثلاثة إلى أربع سنوات، يتطلب ثلاثة إلى أربع سنوات. نعم نعم. شكرا لك أحمد من ألمانيا كان معنا. معنا أبو زينب من النجف، أرحب بك معنا أبو زينب. رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني أعلن قبل أيام استعادة معدات مصفات بيجي، وقال بأنه مواطن أخبرهم بمكان هذه المعدات وتم استرجاعها. كيف ترى رواية الحكومة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زين، هذا أولا الأخ المتصل هسه أبو أحمد من ألمانيا يقول عملية بناء المصنع مجددا يحتاج ما بين ثلاثة إلى أربع سنوات. طيب عملية التفكيك خلينا نقول بالأقل 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 سنة أو ستة أشهر. ما حد شاف من الحكومة العراقية، الجيش العراقي، المسؤولين العراقيين، الشرطة العراقية، ما حد شاف هذا شو اسمه أكبر مصنع بالشرق الأوسط شلون جاي فككوه؟ لا، رئيس لجنة النفط والطاقة، رئيس لجنة النفط والطاقة في البرلمان تحدث قبل أيام في مقابلة متلفزة بأن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وكان في زيارة إلى بيجي، شاهد بأم عينه كيف يتم نقل معدات مصفات بيجي دون أن يحرك ساكنا. إذن هي خيانة، وبالاتفاق مع رئيس ما يسمى بإقليم كردستان، ثم الشرطة العراقية والجيش العراقي ما شافوهم، شرطة وجيش مرجع القائد العام للقوات المسلحة أبو زينب، القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء شاهد بأم عينه كيف يتم نقل هذه المعدات ولم يتدخل بحسب رواية رئيس لجنة النفط والطاقة. ما الهدف من هذا؟ الهدف طبعا تحطيم البلد بدل ما ينتجه وقوم استورد. ثانيا نجي مسألة، احنا نجي مع الربط الكهربائي والغاز مع ايران. احنا نريد نحرك الغاز مالنا العراقي ونخلص من ايران. اليوم يطلع انه باتفاق جديد بين العراق وتركمانستان اللي هي شمال ايران لتوريد الغاز الى العراق. مرة بشرفة كايم ومهزلة، احنا نريد نخلص مشكلة ايران انه بروح تركمانستان، ثم سبونا صار لهم شهرين او ثلاثة باجراءات الانتخابات مع المجالس والمحافظات حتى يسووا غطاء ودرع واقي لسرقاتهم. كم مليار انصرفت وكم مليار راح تنصرف؟ ها؟ كان المفروض الاجزاء قيمة ينطوها الرعاية الاجتماعية. ثانيا صندوق البنك المركزي العراقي ومجلس الذهب العالمي جاي يقرون يقول لك الرصيد فقط من الذهب بالبنك المركزي العراقي 136 طن ذهب، يعني 136 ألف كيلو وحوالي 160-170 مليار دولار. يقول لك عندنا عجز، وين العجز؟ إيران قوة بفلوس العراق نفط العراق، وبدل ما يكون عندهم مفاعل نووي واحد خرم شهر بدي يسموه بشهر صار عندهم الآن سبعة بفلوسنا. شكرا لك أبو زينب من النجف كان معنا. معنا اتصال آخر، كريم من كربلاء. كريم، كيف ترى رواية الحكومة باستعادة معدات مصفات بيجي؟ كريم هل تسمعني؟ فقد اتصال مع كريم. طبعا الرواية الوحيدة عن استرداد المصفات تحدث بها رئيس لجنة النفط والطاقة في البرلمان هيبة الحلبوسي.
أفاد بأن تاجرا من إقليم كردستان العراق شمال البلاد كان قد اشترى معدات مصفات بيجي بعد معارك تحريرها من سيطرة تنظيم داعش، وبأن التاجر خزنها من دون علمه بأنها تعود إلى مصفات بيجي، لكنه أوصى قبيل وفاته بضرورة إرجاعها إلى الدولة عندما علم لاحقا بأنها تعود للمصفات. ولفت إلى أن الشخص الذي أعاد المعدات وهو شقيق التاجر المتوفي أخبر السوداني بأنهم رفضوا عرضا من إحدى الدول لشراء تلك المعدات وتسهيل تهريبها إلى تلك الدولة المعينة، لكنهم رفضوا تنفيذا للوصية. وأضاف: لكن للأمانة أيضا يتوجب علي ذكر هذه التفصيلة التي تخص هذا الشخص، فقد كان رافضا لبيع هذه المواد من الناحية الشرعية حتى قبل اكتشافه أمر الوصية. وقال بأنه قبل 4 أشهر اتصل به أحد الأصدقاء وقال بأن هناك شخصا يريد مقابلته، وحدثني بتفاصيل كثيرة عن معدات المصفات، وهو شقيق الشخص الذي اشترى المعدات والذي توفي عام 2019. ثم جرى الاتصال برئيس الحكومة محمد الشيع السوداني، والذي طلب منه، من التاجر يعني، الحضور إلى مكتبه، وكان فرحا جدا باللقاء، ودار حديث طويل عن المصفات. وطبعا تتهم ميليشيا العصائب بحسب العديد من التيارات في العراق، ومنها التيار الصدري وتيار الحكمة وسياسيين آخرين، وهي التي يتزعمها قيس الخزعلي، يتهمون بسرقة معدات المصفات، وهو ما تنفيه العصائب باستمرار، رغم أن أنصار التيار الصدري كما أشرنا وجهوا اتهامات مباشرة لها بالتورط بتفكيك مصفات بيجي ونقلها خارج العراق، وذلك خلال الأزمة السياسية التي أعقبت انتخابات 2021 وما رافقها من توترات أمنية كبيرة بين الجانبين. وكان الحشد قد سيطر على مدينة بيجي بشكل كامل، ومن ضمنها المصفات، نهاية عام 2015، وذلك بعد معارك استمرت نحو 3 أشهر مع تنظيم داعش، لتتم بعدها مرحلة عملية سرقة ونهب المصفات. يعاود معنا كريم من كربلاء، مرحبا بك معنا كريم، كيف ترى رواية الحكومة بإعادة معدات مصفات بيجي؟ نعم، انقطع اتصال مرة أخرى مع كريم من كربلاء. طبعا في السياق قالت مصادر مقربة من مكتب السوداني بأن سيناريو استعادة معدات مصفات بيجي غامضة بالنسبة للكثير من العاملين في رئاسة الحكومة، وقد جاء الخبر بشكل مفاجئ، وحتى أن زيارة السوداني الأخيرة إلى محافظة صلاح الدين كانت مفاجئة، ولم يجري الإعلان قبلها عن أي محطات تضمنتها الزيارة. وبينت المصادر بأن أبرز مهندسي هذه القصة هو مستشار بالمكتب الخاص لرئيس الوزراء، وهو مقرب من العصاب بحسب الرواية، وقد عمل سابقا مع إعلام الحشد لأكثر من 4 سنوات. أضافت المصادر بأن الرواية لم ترق للمسؤولين العراقيين، ولا سيما بأنها أضافت مزيدا من الأسئلة إلى قصة سرقة معدات المصفات الأكبر في العراق، بدلا من الإجابة عن استفهامات كانت قد طرحتها الأوساط الصحفية والأمنية والتحقيقية وحتى السياسية. وأوضحت أن التفسيرات بأن التفسيرات كثيرة تحدث أو تحدث عنها أقطاب رئاسة الحكومة، وتحديدا المسؤولين والمستشارين، وأبرزها بأن هذه القصة
هي محاولة غير مجدية لتبرئة العصاب. وقد قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم بأن أحد فصائل ميليشيا الحشد هي من سرقت معدات مصفاة بيجي وباعتها ب$100 مليون لتاجر كردي، وآخرين في أربيل والتأميم ونينوى والسليمانية. ورجح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بأن يكون الدافع الأساس وراء سرقة المصفى هو لعرقلة إجراءات تشغيل المصفى لأطول فترة ممكنة لضمان استمرار استيراد الغاز والمشتقات النفطية من إيران. وكان مسؤول في محافظة صلاح الدين قد قال في وقت سابق بأن ميليشيا العصائب وكتائب الإمام علي هما المسؤولان عن تفكيك المصفى وتهريب معداته بحسب هذا المسؤول. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة بعنوان استعادة معدات مصفاة بيجي بين الرواية والواقع. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. نسلط الضوء على القضايا والأحداث العراقية المهمة، نقدم المعلومة للمشاهد بكل تفاصيلها، نقف عند تداعيات الأحداث وتأثيراتها المستقبلية، نطرح وجهات النظر الواقعية لنكشف الحقائق ونقدم الحلول. كل ذلك في برنامج تحت الضوء. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايلسات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي، كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي. أهلا بكم من جديد، معنا اتصال أبو عمر من بغداد. أبو عمر، كيف ترى رواية الحكومة حول إرجاع معدات مصفاة بيجي؟
تحياتي لك استاذ، لك استاذ عمر المحترم ولقناة الرافدين والساده المشاهدين الكرام. اهلا بك استاذ عمر. احنا نعرف انه مصفى بيجي يعني عن ما اظن سنه 48 اللي هي بنت الشركات الاجنبيه في العراق. هذا المصفى اللي 78 المصافي بدا انشاء بال 78 نعم بال 78 العفو العفو استاذ. فهذا المصفى اللي تعبت عليه الشركات الاجنبيه واللي خلت بانه ما يرهب مكانه الا هو في نفس هذا المكان. للأسف هذا المصفى اللي كان يعني ينتج من يعني استخراج النفط ويعني يعني مكونات النفط يعني المفروض على الحكومه والاحزاب الحشد والعصائر يشوفون اذا هم دخلوا معركه مع داعش وبقى هذا المصفى محافظ عليه، كيف انتم تفلشونه وتدمرون تفكيكه وتاخذون الى جهات مجهوله وبعدين ثم انه ترجعونه؟ هذا يعتبر المفروض على محمد الشاع السوداني او وزاره الداخليه او وزاره النفط تحاسب الاشخاص اللي تموا تفكيكه، لانه داعش ما اخذها ولا فجر بها ولا اخذ يعني الامور اللي ياخذها هو من اجل تخريب البلد وتخريب مصر بيجي، لكن للاسف اللي هم يدعون احنا اصحاب المقاومه واحنا نقاتل من اجل الشعب العراقي وندافع عن الارض. طيب انتم من تدافعون العرض شلون انه تاخذون هذا المصفى وتفككونه وتاخذون تبيعون اجزاء يعني ثمن هذا مصفى يعني ملك يعني ملك للعراق. هذا مصفى يعني يعتبر للشعب العراقي للعراقي يعني مو مال ابو احد ولا انه احد من عندكم اجى سواه، هذه اموال العراقيين اموال العامه اللي حكوماتنا السابقه اللي كانت تهتم للشعبها وكانت تهتم زين ابو عمر يعني لولا انه هذا المواطن لو سلمنا بروايه الحكومه وسلمنا بالتفاصيل التي اوردها رئيس لجنه النفط والطاقه في البرلمان عندما قال بانه مواطن عراقي اشترى هذه المعدات ب 100 مليون دولار بحسب ما تم تداوله، وقبل ما يموت الرجل عرف بانه هذا يعود الى مصفاة بيجي ووصى أهله بإرجاعه إلى الدولة العراقية، إرجاعه إلى الدولة العراقية، يعني هو ملك للعراق، ملك الدولة العراقية وليس ملك لأحد. أكيد. لو لم يتم هذا المواطن أو لم يقم هذا المواطن بإرجاع هذه المعدات العملاقة الكبيرة، هل برأيك سوف أو كانت الحكومة الحالية أو التي سوف تأتي ببناء هذا المصفى من جديد أم بقي على حاله كما هو حاله منذ سنوات؟ أستاذ المعروف عن أنه حكومة الأحزاب واللي حكم العراق ما يرجعون شيء، لو كان يرجعون شيء لكان رجعت المعامل، رجعت المصانع، بناء المدارس، بناء المستشفيات، بناء انه البنى التحتيه، فكيف انه يرجعون مصفى اللي هو يفيد الشعب واللي يشغل يعني عمال عراقيين واللي مهندسين كوادر عراقيين وترجع الامور طبيعيه مثل الثمانينات والتسعينات؟ هذا لا يمكن وجود الاحزاب، طوفة الاحزاب ترجع كل ما دمرت العدوان الامريكي او تقدر نقول الحشد اللي دمر بعض المناطق وبعض المصانع اللي دمرها واللي استولى عليها، ما ممكن ترجع بوجود هاي السلطه الفاسده اللي تحكم العراق، لانه هم غرضهم كله تدمير العراق، تدمير البنى التحتيه، توقيف عجله التحكم. هل تتوقع بان الحكومه سوف تقوم باعاده تشغيل مصفاة بيجي مع عوده هذه المعدات؟ استاذ عمر احنا ما نتوقع من هاي الحكومه ترجيحها وتعديل وطلب، يعني المفروض الطالب على يعني ناس عمال مهندسين مشرفين لهذا الامر. شكرا لك ابو عمر من بغداد كان معنا وعذر على المقاطعه لضيق الوقت، لان عندنا اتصال. ابو سميه من الانبار ارحب بك معنا. ابو سميه كيف ترى روايه الحكومه باعاده معدات مصفاة بيجي؟ تفضل. الو اهلا ابو سميه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدي الكريم، هذه الحكومه فيها الكثير من وصمات العار التي سوف لن ينساها الشعب ما عاش وما حي في هذا البلد. من هذه الوصمات هي مصفى بيجي. ولو دار الكلام في اروقه الحكومه الفاسده النشاويه لا رموا
الثقل كله على الإرهاب وعلى داعش. لا يقولون العمليات العسكرية الذي يتكلم بعدالة عليه أن يقول أننا تضررنا بسبب داعش والعمليات العسكرية. ومن هذه العمليات العسكرية عمليات تسمى عمليات تحرير، وهي في الحقيقة عمليات استبدال احتلال وجلب احتلال آخر المتمثل بالميليشيات الطائفية الصفوية. الكلام عن نصاب يجي فيه من الخسة ومن الوضاعة ما لا يوجد في دولة أخرى. لم نسمع ولم نرى ولم نشهد دولة تضحي بمخدراتها وممتلكاتها مثل هذه الدولة. رأى كل صاحب بلد وكل مواطن في أي بلد في العالم غاروا على وطنه. يعني باختصار أبو سمية حتى الصوت ده يقطع، أي أنت كيف ترى رواية الحكومة بإعادة المعدات؟ سيد الكريم، الجانب عن الحكومة أصبح ليس بفي الغرامات وإنما بالأطهان، فلا يثق بهم مهما تكلموا، فهم سراق وهم كذبة وهم بإشارهم. شكرا أبو سمية من الأنبار كان معنا. وصلنا معكم أعزائي المشاهدين إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.